أبدأ معك سيادة الحاخام فيلدمان حتى نفهم القصة. لماذا الحرديم يرفضون التجنيد في الجيش؟ أليسوا جزءا من نسيج إسرائيل ويمثلون تقريبا 13% من المجتمع؟ نعم، الحريديم في إسرائيل يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وهذا ليس جديد، ولكن هذا منذ بداية الصهيونية. قد رفض الحريديم الانضمام للجيش بحجة أنهم يدرسون ويأخذون التأجيل عام تلو الآخر إلى أن يصلوا إلى سن الإعفاء. هم يستخدمون ويستغلون الدين، ويستغلون أنهم يدرسون الدين، وأيضا يستغلون الدين كغطاء لجرائمهم السياسية، وحتى كغطاء لما يحدث في فلسطين. هم لا يأخذون أي دور في المجتمع الإسرائيلي، وأيضا لا يشتركون في الانتخابات ولا يحتفلون بالأعياد القومية. والآن قد صدر قرار بتجنيد أفراد من الحريديم للخدمة في الصفوف الجيش الإسرائيلي، وهذه قضية حساسة في إسرائيل، والكثير من المجتمع الإسرائيلي يرفض هذا، ولكن هذا بموجب القانون أو القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية. ما الفرق بين الحريديم وبين أي جندي اليوم يعمل في الجيش الإسرائيلي؟ هل هناك فرق في كيف هذا الجندي يقتل الفلسطيني، كيف يقوم بإبادة الشعب الفلسطيني أينما تواجد، سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية؟ يجب علينا أن نفهم أن هناك فرق كبير بين اليهودية والصهيونية. اليهودية هي ديانة، واليهودية لا تقتضي أن يكون هناك أي حرب أو أي عدوان، وهذا ضد الصهيونية، وهي حركة سياسية، وهي ضد اليهودية الحقيقية، ولكن هي التحول من اليهودية كونها ديانة إلى عقيدة سياسية. لذا هذا هو الفرق أيضا ما بين اليهودي وفرد من الحريديم. الموضوع مختلف تماما، هم كل ما يريدون مختلف تماما عن ما يريده اليهودي. اليهودي يريد فقط أن يطيع ربه وأن ينفذ مبادئ ديانته، ولكن بعكس الذين يبتغون مساعي سياسية ويقومون بجرائم ضد الإنسانية ويخترقون كافة المعايير والشعائر اليهودية بذلك. فرق كبير بكل تأكيد ما بين اليهودية والصهيونية كما تشير، وأيضا سلوك الجيش الإسرائيلي. لكن المفارقة حتى في سلوك الجيش، هناك من يعتمد على الدين في التوجهات نحو قتل المدنيين والاستناد إلى بعض ما كتب في الوثائق التاريخية.